من قلب بغداد إلى مدن العراق كلها، بداية يوم جديد نلاحق إيقاعاته ونتحسس نبضاته في صباح الشرقية. حياكم الله أعزائي المشاهدين، صباحكم خير، أمل تفاؤل، يا رب يومكم يكون حافل بالأخبار السعيدة. راح نبتدي مشوار حلقتنا وياكم لهذا اليوم، ما عليكم اللي تنضمون لنا، اليوم عندنا الكثير من المواضيع وراح يكون ويانا ضيف. راح نتكلم عن الماء الأزرق اللي موجود بالعين، لكن بداية خلوني أصبح على ريم. صباح الخير. صباح الخير باكر، صباح الخير والنشاط والسعادة لكل مشاهدينا، وأهلا بكم بحلقتنا لهذا اليوم. لكن قبل ما نبلش بفقراتنا وبتقاريرنا راح نروح إلى الأخبار ويا زين. صباح الخير. صباح الخير زين. صباح الخير بكر وريم، صباح الخير مشاهدي برنامج صباح الشرقية. جولتنا الأخبارية لهذا اليوم نبدأها من العناوين: تحديد دوام الموظفين بنسبة 50% وفتح المطاعم واستئناف الرياضة، فتح باب التقديم على الكلية التربوية المفتوحة، المرور تفرض غرامة 200,000 على المخالفين لقواعد السير، التجارة تنفي تثبيت البطاقة التموينية براتب 30,000 لكل فرد. أهلا بكم من جديد. حددت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة نسبة 50% بشأن دوام الموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية، وذكرت في بيان أن الالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية بالنسبة للموظفين والمراجعين في غاية الأهمية، وأن المخالف سوف يتعرض إلى عقوبة وفق القانون. وأضافت أنه تقرر أيضا استئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، وكذلك فتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها، على أن تنفذ اعتبارا من 12 أيلول من شهر الجاري. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم على الكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي 2020 و2021، وذكر بيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الراغبين بالتقديم عليهم مراجعة المراكز الدراسية في بغداد والمحافظات والفروع التابعة لها بشكل مباشر من أجل الحصول على الاستمارة الخاصة بالتقديم. وأشار البيان إلى أن التقديم سيكون للأقسام العلوم، علوم الحياة والفيزياء، وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة، وقسم التربية الفنية، وقسم التربية الإسلامية، وقسم الرياضيات، وقسم التربية الخاصة، وقسم الإرشادات النفسية والتوجيه التربوي، وقسم العلوم التربوي، الإدارة التربوية، معلم الصفوف الأولية وتعليم الكبار ورياض الأطفال، وقسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة العربية، وقسم الاجتماعيات، التاريخ والجغرافيا، وأخيرا اللغة السريانية. أصدرت مديرية المرور العام قرارا يقضي بمنع سير المركبات العسكرية والمدنية والحكومية بعكس اتجاه السير، وذكرت أنه استنادا لأحكام الفقرة ثانيا من المادة 47 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وبناء على توجيه وزير الداخلية تقرر منع سير جميع المركبات سواء كانت عسكرية أو مدنية أو حكومية بعكس اتجاه السير. وأضاف أن المخالف سوف تحجز مركبته مدة لا تزيد على 5 أيام استناداً للمادة 28 سادساً من قانون المرور، مع فرض غرامة مقدارها 200,000 دينار عراقي.
نفت وزارة التجارة تثبيت البطاقة التموينية براتب 30 ألف لكل فرد وتجهيز 9 مواد غذائية. وذكرت الوزارة في بيان أنه لم تصدر أي بطاقة جديدة أو تعليمات بشأن آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية، مبينة أن الهدف من نشر الأخبار الكاذبة هو الإثارة والفوضى فقط. وأكدت الوزارة تطلعها إلى استراتيجية جديدة تضمن وصول المواد الغذائية إلى العوائل التي تقع تحت خط الفقر والمشمولة في الحماية الاجتماعية وبقية الفئات المشمولة في البطاقة التموينية. أعلن مصرف رافدين أن سلفة 25 مليون دينار للموظفين تسدد على مدى 6 أعوام. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف. وأشار البيان إلى أن التقديم على السلفة يكون عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف وبدون كفيل. حذرت مديرية صحة السليمانية من بداية فصل خريف في المحافظة تجنبا لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن المحافظة تستعد لمواجهة فيروسات هذا الفصل. وذكرت صحة السليمانية يعاني كثير من الناس في هذا الفصل من الإصابة بالبرد والإنفلونزا، ومع وجود فيروس فإن صحة المحافظة اتخذت الإجراءات المطلوبة كافة. وأضافت أن وضع الفيروس والإصابات في السليمانية مستقر لحد ما، والصحة في المحافظة تقدم الخدمات للمصابين بشكل مجاني ولم ترسل أي مصاب للمستشفيات الخاصة، وشديدة على الالتزام بالوقاية والتقيد بالإجراءات الصحية. ولفتت إلى وجوب المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداد الكمامة واستعمال المعقمات، منوهة إلى أن الفيروس ما يزال يشكل خطراً وأن تهديده للحياة الإنسان ومخاوف الانتشار لا زالت موجودة. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، وهذه انتقال لريم وبكر. هسه راح ننتقل إلى دهوك. طبعاً عندنا ريانة رسامة محترفة من الناس اللي نسحوا من الموصل، مثل ما تعرفون المشاكل اللي صارت هناك خلينا نقول والضغوطات والتعب النفسي اللي صار لكل النازحين مو بس إلها. فهي حبت تعبر عن هالمشاعر المختلطة بين ذكريات خلينا نقول الطفولة والمناظر الدموية اللي شافتها خلال هاي الفترة، وتعبر من عندها من خلال لوحاتها. فخلونا نروح نشوف هذا التقرير من دهوك ونرجع مرة أخرى. حياكم الله أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. دائما ما قصص النجاح تخرج من وسط الألم وحتى من النزوح والهجرة وغيرها. اليوم قصتنا راح تتكلم عن شابة نزحت من محافظة نينوى بعد أن دخلها تنظيم داعش الإرهابي، لكنها بقت محافظة على أهدافها وطموحها بأن تكون رسامة عالمية ورسامة مشهورة. اليوم هاي الشابة بدت أولى خطواتها بالرسم وبدأت تنشر رسوماتها على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم رح نتعرف وإياكم على قصة هاي الرسامة من خلال هذا التقرير، خليكم إيانا. طبعاً هو بالبداية يعني منذ الصغر كنت أحب أرسم هواي، كنت يعني نقدر نقول يعني شغف بداخلي. فمن اني ودا يعني هيك بمرحله المراهقه كنت دائما ارسم يعني هوايه، فعرفت انه هو هذا مجالي وما اقدر اروح لغير مجال، لان هو مثل ما يقولون يعني خلقت من اجله.
فاختاريت معهد الفنون الجميلة، دخلت ثاني مرحلة ثالثة. أكيد يستمر بالكلية ماستر، يعني أكمل دراستي كامل على مود يعني مثل ما نقول يعني واحد يكمل كامل حتى يكتسب خبرة، لأن إحنا بالفن يعني بالمعهد نكتسب، نتعلم الأساتذة خبراتهم، يعني كل فنان عنده خبرة خاصة، كل فنان عنده سر مثلا، ونحن نحاول إنه ناخذ هذا السر ونتعلم ونطور نفسنا على هذا الأساس. زين، اذا نريد نحكي شويه عن موضوع انه انت بما انه انت نازحه فاثر عليك النزوح يعني او على مواضيع رسوماتك؟ هو شوف يعني الانسان يتاثر بالمحيط، يعني هي البيئه راح تاثر على الانسان، سواء ممكن مو خارجيا يبين عليه بس داخليا نفسيا، فهو اكيد احيانا ممكن يخرج بالاعمال بطريقه عفويه بدون ما اني اعرف، مثلا احيانا ارسم يكون ببالي شيء ارسم غير شيء يطلع غير شيء، فهو نفس الشيء اكيد ياثر، اي انسان راح ياثر عليه، لان بالنهاية احنا مشاعر بشرية يعني، فراح تتأثر من المحيط. طبعا ريانا من البنات اللي كلش نشطات، ما راح احكي هذا الحكي لان هي اختي، بس هي كلش تتعب على نفسها بحيث تقعد يوميا الساعه 6 الصبح تشتغل على نفسها، تفتح لابتوبها تقرا هوايه، تقرا بشكل مو طبيعي، ودائما تكون ما راضيه عن نفسها، يعني ايش قد ما اقولها لا انت متطوره انت كلش، لا تريد تكون يعني شيء مستقبلا، شيء كلش معروف، شيء على مستوى عالمي، كلش تطلع على الخارج على شلون ده يتطورون من ناحية الفن، ما تحب تكون إنسانة عادية، وأيضا هي كلش عندها مصداقية إنه ما تحب الغش بأي ناحية من النواحي. طبعا هاي اللوحة لحدها ما كاملة، يحتاج لها بعض التفاصيل أكثر. هي كل إنسان عنده جانب سلبي وعنده جانب إيجابي، فيا أما الجانب السلبي يتغلب على الإيجابي، يا أما العكس الإيجابي يتغلب على السلبي، فهنا هذا الجانب السلبي وهنا الجانب الإيجابي، فهنا الجانب الإيجابي كان غطى أكثر على الجانب السلبي، مثل لأن الإنسان يعيش بصراع ذاتي ويا نفسه ويا المحيط ويا نفسه، بس أكثر شيء ويا ذاته، يا أما الشر يربح يا أما الخير، فهو نفس الشيء. يعني هاي اللوحة تعبر عن شيء، لأن خليت تناقض بين اللون الأزرق والوردي، إنه ممكن يصير انغماس بين الاثنين، يصير إنسان لا هو إيجابي ولا هو سلبي، يصير وسط، يعني مثل ما نقول يعني لا أسود ولا أبيض رمادي. طموحي هو إنه أصل لأعلى مرتبة بالفن. شوف إحنا دنا نتعلم أي مهنة بها إيش قد ما تتعلم يظل عليك باقي، سواء كنت أستاذ صحفي، فالفن هم نفس الشيء، أنا إيش قد أتعلم إيش قد أحتاج إنه بعد، فأكثر أتمرن أكثر أصل المستوى فكري أعلى، لأن الفنان مو متعلق بس بإيده والرسم وقوة إيده، لا الفكر هم، لأن إذا ماكو فكر ما راح تقدر تصنع لوحة مثلا تدخل قلب المشاهد أو تدخل يعني يطلع شيء مثلا غريب مو موجود يعني قبل. كل التوفيق لك ريانا حبيبتي، ان شاء الله تصلين لوين ما تحبين، واكيد ما لازم ننسى انه ندعي انه تعود الموصل شامخه مثل قبل، وترجع ريانا الى مدينتها وتكون فخوره بها مدينتها، وتبني وتاسس المرسم اللي الخاص بها هناك بالموصل ان شاء الله. مشاهدينا راح نحكي بموضوع كلش مهم، يعني هو موضوع صراحه منتشر حاليا، لكن اغلب الناس ما عندها درايه كافيه بهذا الموضوع، وهو الداء الأزرق أو الماء الأزرق اللي يتكون داخل العين.
يعني اغلب الناس تتوقع انه هذا الشيء حلو، مثلا اذا اجى طفل حديث الولاده ولاحظنا انه هذا الشيء موجود بعينه، احنا نتوقع انه عيونه زرقاء فنقول الله الله اشقراني هذا، الله اشقر وعيونه زرق. فهذا الشيء خاطئ لانه هذا يعتبر مرض، لكن احنا نجهل هذا الشيء. اليوم راح نحكي عنه أكثر ويعني نتكلم به عن أسبابه وعلاجاته ويا شخص مختص أكيد بهذا الشأن، وهو الدكتورة وفاء عبد الكريم الجبوري. صباح الخير عليك دكتورة. صباح الخير. صباح الخير عليكم دكتورة. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. دكتورة بداية خلينا نعرف شنو الداء الأزرق. أوكي. هو الحقيقة الاسم الصريح للجلوكوما أو داء الزرقاء. نعم. على ماخذين من كلمة زرقاء اليمامة. أوكي. اللي تكون عيونها كبار بالحجم واللون مائل الى الزرقاء. اها. هو بالفعل داء الزرقاء حديث الولاده تكون صفته، يجي المولود العين كبيره واللون مائل الى الازرق. اما بصوره عامه احنا اول شيء لازم نعرف شنو معنات داء الزرقاء. بالعاميه سحول الماء الاسود، لانه يخطف النظر بدون ما يشعر الانسان، يعني ممكن يكون فجأة يكتشف أنه 90% من نظره هو فاقده، لأنه النظر بالصورة مباشرة يكون سليم بس أطراف النظر تكون كلها فاقدة، هو ما يحس بنفسه لأن هو دي يشوف بالمقابل 6 على 6. حلو. فيفحص 6 على 6 ماكو مشكلة، هو ما فحص الساحة البصرية مالته، فممكن يوصل مرحلة 90% من ساحته هي مفقدة وهو ما حاس على روحه. فنبدي شنو معناه داء الزرقاء. داء الزرقاء هو فقدان لأجزاء من العصب البصري بسبب ارتفاع ضغط العين. كلش مهم احنا لازم نفرق بين ضغط العين وبين داء الزرقاء، يعني مو كل مريض عنده ارتفاع بضغط العين هو عنده داء زرقاء. اكو شيء اسمه اكولار هايبرتنشن، مجرد حاله حال ارتفاع ضغط الدم اكو ارتفاع ضغط العين. لكن ضغط العين اذا ارتفع واذى العصب البصري وبدت اجزاء من العصب البصري تتضرر وتنفقد، ذاك الوقت يتحول من ضغط العين الى داء الزرقاء. زين دكتوره شنو اسبابه هذا؟ طبعا هو اول شيء هو انواع، يعني ألوان. كل نوع له سبب معين. نعم. اكو داء الزرقاء الولادي اللي هو سبب الجينات. عادة بالعائلة إذا عندهم هيستوري إنه عندهم داء الزرقاء ممكن بالأطفال يعني ينقل خلال سلسلة العائلة. فهذا ما يعني سبب مالته هو بالجينات، هو الطفل ينولد عنده داء الزرقاء. إحنا اللي نأكد عليه يعني ضروري جدا إنه الطفل من يجي حديث الولادة ينفحص من قبل طبيب أطفال مميز أو من قبل طبيب عيون، يعني الأم من تنتبه إنه العين كبرها أكثر من الطبيعي أو اللون الشفاف الطبقة الشفافة. طيب دكتورة هي كبر العين قصدك البؤبؤ واللي حواليه لو كبر العين انه لا، هو عادة كبيرة. العين تكون شوية اكبر من الطبيعي، وهاي اللي احنا البؤبؤ هاي اللي قزحية العين. أوكي. تكون حجمها اكبر من الطبيعي. يعني هاي العلامات على الصغير والكبير؟ لا هاي الاطفال. الاطفال هاي الاطفال لحد 3 سنوات هاي العلامات. نعم. ورا 3 سنوات ما تبين، ليش؟ لانه هو بطن امه من يسعد الضغط العين تكون بعدها مكامن نموها. صح. فبهالحاله الضغط حيمددها يكبرها فيكبرها هو اصلا في بطن امه، فينولد عينه حجمها اكبر والقرنيه مالته الطبيعي 12 مليم يوصلهم 14 و15 و16 مليم. فهاي المفروض يعني المفروض طبيب الاطفال ينتبه عليها والاهل هم ينتبهون، يعني هسه الانترنت موجود التوعيه مستمره، يعني المفروض الام تنتبه انه هذا عينه مو مثل عين اخوانه او مو مثل عين باقي الاطفال، فعلى الاقل لازم يراجع طبيب عيون. صحيح. طيب دكتوره الماء الازرق بصوره عامه هل له علاقه بالصداع مثل ما يقال؟ الماء الازرق بالاطفال ما يحسون، يعني احنا قلنا لحد 3 سنين هذول ما يحسون نهائيا. تمام. يكون العصب هو دي يتاكل ودي ينتهي تدريجيا بدون ما يحس، يوصل الطفل انه يفقد عينه يلا الاهل يحسون، يعني تجي هيك حالات. بالكبار لا يحس مو صداع بالراس، يحس نفسها طوبه العين تأذي، يعني الالم يكون داخل العين. زين. شيء اخر مهم انه داء الزرقاء انا قلت ارتفاع ضغط العين المؤدي الى شنو؟ تلف بالعصب البصري. احنا كنا نعرف انه العصب البصري هي خلايا عصبيه، خليه العصبيه من تموت خلص تنتهي. فالموضوع لهذا يسموه مي اسود، يعني اللي مات مات. طيب شلون يتلاحقون الموضوع؟ شلون يتلاحقون للموضوع؟ انت المفروض روتيني اي واحد عنده بالفاميلي هيستوري مي اسود كل افراد يشيكون ضغطهم على الاقل مره بالعمر، اشيك ضغط العين. نعم. افحص العصب البصري مالتي ولو مره بالعمر. ورا ال40 المفروض روتين لاي شخص يعبر ال40 سنه. نعم. لازم يشيك ضغط عينه على الاقل. اي مرض اللي عنده مرض السكر، يعني انا حاليا داوم سنتر السكر.
يمكن احنا ما نسوين دراسه واحصاءات، حتى انا حكيت ويا الاداره، يعني تقريبا من كل 10 مرضى 7 يجون عندهم زرقاء. حلو. هذول اهل السكر. اهل السكر. فضروري يعني انت عندك سكر، سكر يضرب الشبكيه، سكر يضعف للعصب البصري، فضروري انت ايضا تشيك ضغط العين. زين بالنسبه للعلاج، يعني اكو علاج كلي لهذا الموضوع؟ هو ماكو علاج كلي، لا. العلاج يبدي انه احنا نحاول ننزل الضغط بحيث ما يأذي العصب بعد. وطريقه العلاج شلون تكون؟ الطريقه هي تبدي ستيبات، يعني الستيب الاول انه المريض لازم يتشيك ضغطه. نعطي انتو جلوكوما دراجز اللي هي قطرات، تبدي طبعا قطره واحده، ممكن نضيف قطرتين 3 قطرات حسب كومبينيشن من القطرات. السيطر عليها بالقطرات اوكي، الامور تمشي. ما السيطر عليها بالقطرات نتحول الى ليزر. نعم. ما السيطر بالليزر ذاك الوقت لازم عمليه. طيب دكتوره، هي يعني اذا واحد همل الموضوع لفتره، هل هذا راح يزيد الموضوع سوءا يعني، او مثلا يعني خلينا نقول واحد صار عنده الموضوع واكتشف ورا مثلا 3-4 اشهر. اي طبعا. نفس الشيء لما اول ما يروح لا له. لا لا لا، يعني انت اذا اكتشفت، كل ما اكتشفت اوكت، يعني انت العصب البصري بمليون و200 الف خليه عصبيه. حلو. مليون و200. انت كل ما حافظت على الموجود، يعني انت مثلا انفقدت من عندك 1000 خليه عصبيه لو انفقدت 10000. 1000 طبعا. اي طبعا ال1000، فانت كل ما شخصت من وقت كل ما انت حافظت على عصبك البصري. طبعا ملاحظه كلش مهمه، يمكن حتى الاطباء يجهلوها، لانه قلت لك انا بحكم دوامي هسه بسنتر السكر ودا اشوف المرضى دا يجون. احنا عاده العياداتنا الخاصه جهاز الضغط اللي نقيس به هو يقيس ضغط العين فقط. نعم. زين، هو علميا ضغط العين من ينقاس الى علاقه بسماكه القرنيه اللي هي الجزء الشفاف اللي يغطي الجزء الملون الشفاف، هذه يسموها قرنيه العين. حلو. ضغط العين الى علاقه بقرنيه العين. نعم. يعني انا ليش اختارت هذا الموضوع؟ انا الاسبوع السابق اجى مريض دا يقول دكتوره عيني ما مرتاح بيها، الم داخل عين ما مرتاح. المهم، فاني روتيلي، انا مرضى السكر حاليا روتيلي اشيكهم لانه النسبه كلش دا اشوفها هوايه. دزيته فحص، فحصت العصب مرتاحه، دزيته تصوير كان بالضبط 0.9، يعني 90% من عصب البصري منتهي. المريض 10 سنين عنده سكر، مراجع يقول اكثر من 20 طبيب عيون. يعني بعد فوات الاوان اجى. بعد فوات الاوان 90%، هو فحصته 6/6. بس فحصت الساحه البصريه، هو ما يشوف بس تنل فيجن، يعني كانه لابس ناظور وده يشوف الحياه. وهذا طبعا حتى السياقه ممنوعه بهيك حاله. ما يقدر يسوق لانه ما يشوف يمين ويسار. المهم، المشكله انه هو مراجع اطباء عيون حتى. فمرات انت الشغل يعني يروح من بالهم، انت ضغط العين الطبيعي هو لحد 20 يعتبر ضغط العين طبيعي. اوكي؟ ضغط العين لازم طبيعي تكون سماكه القرنيه مالتنا 555 مايكروميتر. اكو اشخاص قرنيتهم تكون كلش ثين، كلش خفيفه. يعني هو بالضبط هذا الشخص كانت قرنيته 450. فرق 10 درجات عن الشخص الطبيعي. هذا من قايس ضغطه وين ما يروح يقيس ضغطه 15، بس هو بالحقيقه ضغطه 25. زين دكتوره، انت حكيتي الفقره شنو؟ ولهذا اطباء عيون غفلوا، لان هو دي يجي يقيسه بالجهازه بالعياده، ما يقيس سماكه القرنيه. يطلع ضغطه 15 ولا ضغطه الطبيعي يروح، بس المفروض يشوف العصب. من يشوف العصب اكو اجزاء بيده تتاذى، لازم واحد يجي بباله هاي ليش بدها تتاذى، لازم ادز على فحص سماكه القرنيه. وهاي دكتوره مثل ما ذكرتي حضرتك، هذا ابسط شيء المفروض ان الدكتور يتابع عليه او يشوفه للمريض اللي جايه. ليش هذا خطيه؟ مثل ما تذكرين صار له 10 سنين عنده سكر وهسه 90% من عصبه رايح مو من السكر، من الضغط العين. من ضغط العين، فللاسف يعني اكو بعض الامور. فايده الفحص الشامل. هاي من اهم فوائد الفحص الشامل. الفحص الشامل، انا من افحص مريض، انا مو بس افحص عينه. صحيح. انا لازم اشيك الشبكيه، اشيك العصب، حتى لو المريض يشوف 6/6. هو هذا اللي 90% رايح من عصبه، هو بده يشوف 6/6. فمتوقع انه بس هو ما بده يرتاح، هو بده يقول اكو فتشي بعيني، انا ما مرتاح. صحيح. وخاصة إذا بالعائلة أحد عنده مي أسود. يعني أي عائلة بيها شخص ولو واحد عنده داء الزرقاء المفروض كل العائلة تشيك. العائلة تشيك. زين دكتورة، أنت تكلمتي عن الأطفال اللي يكونون يعني هذا المرض يجي وراثة.
ذكرتي انه اكو خطوات، اول شيء القطره بعدين الليزر بعدين اذا اضطر الامر عمليه. بالنسبه للاطفال شلون تتعاملين وياهم؟ بالاطفال عاده القطرات ما يسيطر عليهم، الاطفال عاده من يجون يوصلوننا اكثر الحالات راسا عمليه فورا عمليه، لانه يستحمل الطفل مثل هيك عمليه؟ طبعا يستحمل عمليه، ممكن 4 أشهر شهرين مسوين، مجرد يعبر ال 40 يوم راسا العمليه. حلو. طيب دكتوره، اللي عنده الداء الازرق او الماء الازرق يقدر يسوي ليزك؟ يعني هذا ما له علاقه بهذا، اي ممكن يسوي ليزك عادي. اذا القرنيه مالته سليمه وما بها شيء وعنده انكسار بصري ممكن يسوي ليزك، يعني الموضوع ما له ما ياثر انه هذا لا. على هذا بس ما يقدر يسوي نوع العمليه، تصحيح البصر تختلف. عمليه الليزك مو بي ار كي ما يرم، لانه ليزك حيصير ضغط على العصب البصري مده تقريبا 10 دقائق اوكي، فيؤذي عصب البصري مو بس، ممكن يسوي البي ار كي، ممكن يزرع عدسه. يعني انواع الفرق بين البي ار كي والليزك؟ البي ار كي ماكو هاي احنا نسميها سكشن رينج، يعني فاكو فد شيء رينج تنحط تضغط على العين حتى زي الضغط العين. اها اوكي، هاي الرينج نحطها فقط بحالات الليزك، عمليات الليزك. اها هي هاي مو حتى يفتح عينه تبقى مفتوحه او هيك شيء؟ لا لا، هاي تضغط، لانه الليزك شنو؟ انه هاي القرنيه انت تضغط وبعدين تقص فلاب وبعدين تسيطر وبعدين تضرب الليزر. زين، بس انا اكفد معلومه سمعتها دكتوره، اريد اعرفها صح او غلط. لا اوكي تدلني. هل انه بعد ما يتم قص القرنيه اوكي وبعدين يرجع يخليها وبعدين ترجع لطبيعتها؟ اللي سمعته انا والله اعلم يعني انه هاي الاعصاب اللي تنقص ويا القرنيه ما ترجع بعد. ما ترجع خلاص انقصت صح. فبعد العين ما تنطي اعاز انه العين ناشفه صح، فما تدمع بعد صح. فلازم الواحد يظل يقطع. يعني ولو هو يلا خلينا نطلعها للمشاهدين. اخر مؤتمر انا حضرته بدبي فكان هو مؤسس عمليات الريفراكتيف سيرجري الليزك والبي ار كي وهذه، فسووا فوت لكل الاطباء القاعدين اللي احنا اكثرنا لابسين نظارات زين، فقالوا اذا انت حتسوي ريفراكتيف سيرجري ايش حتختار، او ابنك او بنتك زين؟ كان التصويت 85% نختار البي ار كي وليس الليزر. أوكي. الطريقه الثانيه اللي ما ينقص فيها القرنيه. حلو، اللي هي يخدش القرنيه ويضرب ليزر. بس زين، هي نفس المفعول؟ ها المفعول الليزك لا يبقى فور ايفر، يعني خلاص يعني صلحت القرنيه. تمام. اللي انقشط به القرنيه ممكن ورا 5-6 سنين ترجع القرنيه تدريجيا، يعني مو فورا، تدريجيا الى الدرجه الاصليه. اي اوكي، يعني اسوي مده 6 سنين واعيدها ورا 6 سنين. هو نفس الطريقه. على الاقل اني ما قصيت القرنيه. يعني انت فلاب عندك، هذا الفلاب ما بيخياط، يعني هذا الفلاب ممكن ورا 10 سنين ينشال وينضرب ليزر، يعني نسوي ريتريتمنت. حلو. زين اني اامن اني مسويه فلاب وادخل مسبح عام او اسبح باي مكان؟ مو. اني اامن اخلي فلاب والبس كونتاكت لينس بالمستقبل؟ عجبني البس كونتاكت لينس ملونه. تخوف السالفه. تخوف السالفه. اكيد. بينما البي ار كي نورمال، يعني ورا ما التخديش هذا يروح ترجع الطبيعه القرنيه وتمارس حياتك الاعتياديه. راح اسوي يعني بي ار كي. زين دكتوره، خلينا يعني نعرف اكو شغلات مثلا وقائيه او تدابير احنا نقدر نسويها حتى ما يعني نتجنب هذا المرض، اذا تقدرين تنطينا اياها. التدابير شنو؟ اني اول شيء كأم اجاني طفل، إذا كان الطفل يعني دخل خدج، نعم إذا دخل الطفل خدج هذا يعني 100% لازم يراجع أخصائي عيون، مو ممارس عيون، أخصائي عيون، يعني لازم يفحص شبكيته وعصبه إذا نام بالخدج. إذا الطفل شفتي عليه أي شيء، يعني هو طبعًا يفضل إنه يقدر يروح يشيك يعني، بس اللي ما يقدر خاصة الناس العامة، شفتي الطفل عينه طب شكلها مو طبيعي، لونها مو طبيعي، حجمها دا تشوفيه كبير، مو معناته عينه حلوة، معناته عينه مريضة صح، فلازم يراجع الطبيب كل ما أوكد كل ما أحسن صح. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية مثل ما قلت وأكدت، أي أحد بالعائلة عنده ماي أسود ضروري، خاصة اللي أعمارهم 20 و30 سنة، ضروري تشيك إنه عنده لو ما عنده. المشكلة شنو؟ أكو أعمار معينة تصيب يعني هذا المرض يصيب العين بيها لو هو يعني لا هو أكو ويا الولادة وأكو يصير ماكو يعني عمر معين؟ لا ماكو عمر معين. طبعا هسه تذكرت اني مره بال 2002 كنا بعدنا ببغداد بابن الهيثم زمن صدام، كان دكتور فارس البكري نسلم عليه من قناه الشرقيه يعني استاذنا الكبير، اجتي بنيه اللي هسه اتذكر اسمها صبا، كان عمرها 19 سنه. جتي صبا
كاونتينج فينجر، يعني هاي العين كانت اتذكر متر وهاي العين كبار بس 3 امتار. حلو. البنيه هاي بنيه شابه، شنو السبب؟ كان مي ابيض ومي اسود كان بعينها. السبب شنو؟ خبط. لا اي خبط كان بعينها. السبب انه كان عندها حساسيه وكانت تروح على اي طبيب عادي وكانت تستخدم قطرات اللي بيها ماده الكورتيزون. وصاير بيها مي ابيض وصاير مي اسود من وراء قطرات الكورتيزون، يعني من تفحصين عينها هو مو خلل تركيبة العين، لا من ماده الكورتيزون اللي هي كانت تستخدمها بصوره عشوائيه. تخيلي فقدت العين بالعينتين، فقدت النظر. هي المشكله دكتوره انه للاسف احنا هوايه اكو ناس خلينا نقول تاخذ ادويه او تاخذ بعد بعض العقاقير من شخص حتى هو مو دكتور، ممكن مر عليه انه هاي الشغله. وموضوع حضرتك ايضا اللي ذكرتيه انه الام تجي ابنها تشوف عينها غريبه، ما شاء الله ايش قراني عيونه زرقاء، هم ولا واحد عندهم بالعائله عد عيونه زرقاء، بس انه ايش اسمه طالع على جيراننا، على يعني بكر انت عينك زرقاء. لا لا انت عينك زرقاء وتحكي الكل، اكو ناس تتحسر على عين زرقاء. لا لا فضروري يعني امانه على الاقل اني قطره عين ما اخذها بدون وصفه طبيب عيونها، مو طبيب عادي. اكيد طبعا صحيح. طبيب عيون خاصه اذا بالقطره اكو ماده الكورتيزون. لا اكو اصحاب محلات بكر، يعني مثلا تصير عندها حساسيه من العدسات فيقول لها روحي اكو قطره صعده هسه هاي النازله اللي هي الابيفرين. صحيح. بينطوها بالصالونات وانا من الناس اشتريتها مره. يكتب لها على صبغ على مود العين تصير بيضة، يكتب لها صبغ شعر وقطره مال عين. اي ويا الوقت بالضبط. طبعا دكتوره احنا للاسف خلص وقتنا، فاحنا نشكرك جدا على حضورك ونشكرك على هالمعلومات، وان شاء الله يكون عندنا لقاءات في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله نورتينا. شكرا. لا تستمر. اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، قدمنا لكم اكثر من موضوع واكثر من تقرير، يا رب يكونوا نال اعجابكم. مع السلامه. باي باي.